بنات ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا كلكم بخير. ريفيو النهارده عن منتجات كانت وصلتني من جروب اسمه حبيبه اللي هو ده. طبعا يا بنات كنت انا عامله فيديو عن ان في منتجات وصلتني من جروب حبيبه هي خبيره تصنيع مستحضرات تجميل طبيعيه بالحاجات الطبيعيه، فانا بقالي فتره وصلاني، فانا حبيت اقول رايي بعد التجربه زي ما انتم عارفين. يعني كان حاجة من الحاجات وصلتني كانت هو حمام الكريم ده، هو نص كيلو 500 جرام. تمام، طبعا زي ما انتم شايفين بصوا انا اعتبر خلصت نصه اهو. ده معمول من خلاصة جوز الهند، يعني ريحته جوز الهند اللي هو السك، يعني تحس ان انت بتحطي جوز الهند على شعرك. طبعا زي ما انتم عارفين فوائد جوز الهند بتعمل ايه في الشعر، بتطريه بتطوله الحاجات دي كلها. بصي بقى انا بستخدمه اللي هو انت بتحطيه عادي زي اي حمام كريم او كونديشنر يعني. بس انا بصراحه هي قالت لي طريقه اللي هو استعمل كمان وتفضلي تغسليه تاني، انت ممكن تحطيه قبل ما تاخدي الشاور وتستخدميه بالطريقه دي، يعني عكس الطريقه اللي احنا عارفينها لو احنا نغسل شعرنا الاول بعد كده نحط الحمام كريم. لا انا كنت بحطه وبعدين باخد شاور عادي. بصراحه هو انا لما كنت بحط الكريم ده كنت بحس ان لا شعري طري، بحس ان هو لما بيجي اسرحه كان تمام. لا يعني انا عجبني قوي، حتى هو يعني الريحه بتاعته بتبين ان هو فعلا جوز الهند بيور يعني. فده كان اول حاجه وصلتني. وصلني بقى تاني كريم اسمه للشعر اللي هو ستايلينج هير، ستايلينج كريم ده للتصفيف، يعني انا بعد ما باخد شاور واغسل شعري فبدهن كريم على شعري. هو ده هو طبعا انا ايه برضو انا بص شعري انا استخدمته. تمام، هو بتبقى حته صغيره اصلا كفيله ان انت بتحطي بيها شعري. هو لونه زي ما انتم شايفين لان هو بزبده الشيا، حتى انا جيت عملت كومنت عليه ان هو من كتر ما هو فيه زبده شيا انا ريحته قويه جدا بالنسبه لي. فهي قعدت تقول لي يعني انا في ناس عشان خلاص اتعودوا على شكله وريحته كده، فانا مش حابه قوي ان انا اغير في المكونات او احط عليه حاجه عطريه. بس هي بتقول ان ده عشان خاطر ان هو كله زبده شيا، فبس قالت ممكن ان هي يعني ممكن تغير الريحه شويه او تظبط ريحته او ان هي تحط حاجات عطريه للبنات اللي حابه تبقى ريحته حاجه تانية يعني. وفعلا لما باجي احطه بحس ان شعري اعرف اسرحه بسهوله، بيبقى شعري بيلمع. يعني هو بصراحه جميل جدا يعني. انا بقالي فتره ماشيه عليه، انا ما غيرتش الكريم بقالي فتره، يعني ما باخد شاور بستخدم الكريم ده مع الحمام الكريم ده. تمام، ايه تاني وصلني؟ اللي هو مزيل العرق، كريم مزيل العرق ده. تمام، بصوا انا جربت برضو، بصوا العرق ده بصراحه يعني هو حلو جدا، ريحته حلوه جدا، ريحته بص انت عايز تاكليه يعني، هو ريحته حلوه قوي. انا حاساه ان هو كثباته في الجو الحر الرهيب اللي احنا فيه ده، لا انت بتبقي محتاجه تحطي كم مره في اليوم. هو عايز حاجه او عايز اللي هو الاستخدام الهادي اللي هو ممكن اللي هو انت اللي هو الحاجة النورمال الطبيعية، انما لو بتتحركي كتير وتروحي وتطلعي طبيعي اي مزيل مثلا زي البادي سبلاش انت بتحبي تعيدي عليه تاني، لو بتروحي الجيم او حاجة بتحبي تعيدي عليه تاني. يعني الكريم ده حلو لو انت قاعدة في البيت، حلو ان انت لو خروجها خفيفة كده ومش هتتحركي كتير مش هتعرقي كتير هيبقى حلو، هيبقى ريحته كويسة وثباته حلو وهتحسي ان ريحته وانت لما بترجعي موجودة. انما حركة كتير هتعملي حركة او هتعملي مجهود، لا هتبقي انت محتاجة تحطي كم مرة يعني هتحطي تعيدي تاني كمان مرة، بعكس اي حاجة تانية مثلا فيها كيماوية. هو ده عشان طبيعي جدا فانت بتبقي محتاجة تعيدي عليه. ماشي، ده بالنسبة للمزيل العرق ده اللي انا جربته ده. ايه تاني وصلني؟ اللي هو الماجيك كريم ده. تمام، ده انا هجرب لكم شكله على الوش بيبقى عامل ازاي. هو كاتباه اللي هو تفتيح وتغطية وصن بلوك.
انا سالتها نسبه الصن بلوك فيه كام، بتقول 40% يعني في الصن بلوك. انا كانشان انسانه يعني يعتبر ليليه، فبالنسبه لي مش قوي، بالنسبه لي مش بخرج يعني الصبح كتير، فبالنسبه لي مش قد كده، مش مهم عندي الصن بلوك، انا مهم عندي الترطيب اللوك بشكله يبقى ايه. هوريكم شكله على الوش بيبقى عامل ازاي. هو بصي بتحطي حاجه بسيطه خالص، طبعا ريحته عامله زي الشجري شويه، جميل. بصوا طبعا بالراحه بقى عند العين. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين ان في، انا اصلا مش حاطه حاجه في القبل، يعني انا حاطه بس ده كده اول حاجه، كنت عامله من شويه منضفاه بالماء ميسلر اللي هو ده، كنت منضفاه بده، فانا عملت ده كده حطيت. زي ما انتوا شايفين ان هو ادى لمعه في الوش، يعني حاساه، لا يعني وتحسي ان وشك تحسي ان هو رايق كده، شكله بقى احلى فعلا، نور معاكي من اول ما حطيتيه، فباين قوي، فباين تاثيره على طول يعني. تمام. فاللي حابه تبقى شكلها في البيت طبيعي، وشكلها تكون حاطه، مش عايزه تحط كريمات بقى اللي هي مبيضه او فاونديشن، او عايزه يبقى موحده على حد كبير شكل البشره، يعني مخليه شكله ناتشرال للبيت يعني اللي هو، او تخرج بيه، لانه بتقول ان في نسبه صن بلوك. فانا بالنسبه لي انا ما جربتش الصن بلوك، او ما حسيتش الصن بلوك، لاني انا ما جربتش الصن بلوك، انا بالنسبه لي التغطيه والتفتيح. تمام. انا يا جماعه بس انا بحب اقول الحاجه بامانه اللي انا جربتها، وبقول انا عملت ايه بالظبط، ده بالنسبه لرايي يعني في المنتج. تمام. انتوا طبعا شايفين شكله عامل ازاي في الوش، خلى وشي على الرايق خالص من غير اي حاجه. طبعا هو التغطيه بتاعته مش يعتبر تغطيه، يعني مفيش تغطيه، بس هو عشان خاطر عمل رونق للوش، فتعتبر ان هو تحسي ان هو رايح شكل الوش. انما كتغطيه عشان اقول اللي هي مقارنه بالفاونديشن، لا، لان دوت مش فاونديشن اصلا، هو كريم ترطيب كده وتفتيح، حاجه بسيطه، وفي نفس الوقت ايه، في تغطيه، بس مش التغطيه اللي انتم برضو بالكم فيها، مش فاونديشن، هو تغطيه اللي هو مثلا يعني زي ما مثلا زي ما انتم شايفين، نور تحت العين، روق الشكل الوش، خلى شكلك في هيلثي للوش كده، حاجه كده خلاها فيها يعني، اديها روح يعني، ادى للوش روح. تمام. ده كان رايي في اللي هو الماجيك كريم اللي هو 3 ان 1 ده، اللي هو ده. بس انا ده بالنسبه للحاجات الثانيه وصلتني، كان اخر حاجه معانا هما دول اللي هو التنت. تمام. اللي هو الريد تنت والبيتشي اللي هو اللي على خوخي شويه، وعلى لون الاحمر. فانا هجرب لكم خد بالاحمر وخد بالبيتشي اللي هو اللون على شويه المفروض خوخي يعني. تمام. هوريكم الشكل بتاعه. طبعا زي ما انتم عارفين كنت عامله قبل كده التنت في استخدامي، فانا زي ما انتم عارفين لو اللي شافوا الفيديو بتاعي اللي انا كنت عاملاه، بحب احطه بايدي. في ناس بتحب تحطه بالبلاش، بالفرشة البراش بتاعت البلاشر، او بيبقوا عاملين مخصصين فرشة للتنت، بس انا بحب احطه بايدي عشان اعرف اتحكم فيه كويس. ده بالنسبة للشكل الخوكي. طبعا تحسوا ان هو ايه،
حاجه خفيفه ورايق قوي ورايق ورقيق وبفوش ايه يعني. عايزه تقلي بتحطي اكتر، عايزه تخففي اديكي انت مثلا عايزه لوك ما يبقاش اللون قوي باين، فانت ممكن ايه بتحطي، ولو محتاجه حطي زياده لو كده. وبعدين زي ما انت شايفين هو اصلا الحجم بتاعه قد ايه، وانا عماله اجربه كتير وما قليش خالص يعني، فما يعني العلبه جوه زي دي هتكفيكي تقعد معاكي فتره طويله قوي. ده الشكل الخوخي اللي هو البيتشي، تمام. ده الريد، تمام شايفين. طبعا هو خفيف، كل ما بتقلي كل يعني هي عاملاه على اساس ان في ناس ما بتحبش تبقى تقله قوي او ما بيبقاش تقيل قوي، فسهل ان انت زي ما انا بقول دايما في سهل تقلي مش هتعرف تخففي، فلما يبقى خفيف وتقلي سهل تحطي طبقه او اتنين او ثلاثه as you like. فزي ما انتم شايفين كده ده شكله. ده انا حابه اللي هو اكتر الخوخي، حاساه ان هو مديني لوك طبيعي قوي. على فكره انا حطيته فوق الكريم اللي هو الماجيك ده، فبصوا يعني عادي خالص ما فيهوش اي مشكله، وتحسي ان هما الاثنين عملوا كده ميكس مع بعض حلو. فانا حبيت الاثنين على بعض. بصوا انا حابه اللون ده اكتر عليا، على الرغم ان هو مش باين، بس انا حابه ان هو يبقى ناتشرال اكتر. فمش عارفه هو باين الفرق ولا لا. هنا بصوا ده شويه الريد بتاعه اهو، بس انا حابه ده، انا حابه اللون التاني عليا. جماعه انا دايما بتكلم في اي حاجه تجربتي انا على نفسي. فانا بالنسبه لي البنات بتختار اكتر حاجه هي قريبه منها، يعني الحاجه اللي هي بترتاح فيها. اكيد هي جربت حاجات، فمثلا ساي هتختاري في كمان لون تاني اللي هو البينك، هي عندها ثلاث الوان من النوع ده، هي عندها البينك والبيتش والريد. فانا قلت لا يعني خليني البيتش شويه بعيد عن الـ عن الـ عن الريد شويه، انما البينك قريب من الاحمر. فبالنسبه لي لا اخترت ده واخترت ده، يعني بصراحه هي يعني بصراحه ذوق جدا ومتعاونه. حتى هي ما بتيجي تساليها على حاجه، يعني لما جيت سالتها الصن بلوك فيه نسبه قد ايه عشان لما اجي اطلع اقول النسبه اللي هي حاسباها في المكونات بتاعتها. بس وكان ده الحاجات دي الحاجات اللي وصلتني من جروب بتاع حبيبه اللي هو ده. هسيب لكم اللينك بتاعه برضو بتاع الجروب بتاعها اللي حابب يطلب منها حاجه. دي ارقام تليفون، ده رقم التليفون بتاعها اللي هو ده، اللي يطلب منها حاجه. بصراحه الحاجات اللي انا جربتها انا قلت لكم رايي فيها بشكل امانه، يعني اللي انا قلته فعلا ده حصل فيه ايه وده كان فيه ايه وده كان فيه ايه. بس وبكده اكون خلصت الفيديو، يا رب يعجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على علامه الجرس عشان يجيلكم اشعار ان انا نزلت فيديو جديد.